أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل إلى جنوب السودان في زيارة هامة. ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير أكد فيها على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجنوب السودان. وقد تضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة خلال زيارته لجنوب السودان لقاء مطولا مع رئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك ماشار وعدد من المسؤولين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الصحة هالة زايد بتقديم سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان. وافتتح رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة وبرفقتهما عدد من المسؤولين المركز الطبي الجديد بعاصمة جنوب السودان وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسؤولين هناك. وتعهدت وزيرة الصحة بتقديم مزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان خاصة في مكافحة فيروس سي وفيروس بي وفيروس كورونا. كما تقدمت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان تفقدت عددا من المراكز الطبية بالعاصمة الجنوب السودانية بما في ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي.